سميني بعض اللغات اللي تتقن. اللغة الصينية، اللغة الإنجليزية. بشوية عليها. الصينية. اللغة الإنجليزية. الإنجليزية. الفرنسية. الفرنسية. الإسبانية. الإسبانية. الإيطالية. الإيطالية. اللغة الروسية. الروسية. اللغة الصينية أيضا الماندارية والفرنسية. سوري شوية حسيت مع محمد. اليابانية. اليابانية. الكورية. كورية. العبرية. العبرية. واللغة الفارسية. والتركية. أيوة. واللغة بعض اللغات منهم الأم. واصلا مثلا كما الروسيه في الغارية وعلى الكازاخستان وغيرها. طيب استاذ امين انا اعطيني السر كيف؟ لا بخاطيك فاربا عقل بشري يمكنه ان يستوعب 50 لغه كتابه وهو تحدث ونطق باعتبار اللغه هي مجموعه عبارات متداوله متحدثات يوميه اخذ نسق الكتابي لها واحللها على شكل نصوص تواصليه ثم بعدها اطبقها مثلا ك بوفودي اوسي كونفرساسيون انيسيال اللي هي الانيشال كونفرساسيون اللي هي المحادثه الاوليه ثم بعدها اتعمق في اللغه اللي هي تدريجيا مع المتكلمين اجانب خاصه باعتبار ان استخدم وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنوات في اليوتيوب وفي الفيسبوك وغيرها منذ سنه 2011 تقريبا عندما كنت طالبا والان انا بتدريسها وزعما وهكذا امور بالتطبيق الفعلي لديها فاستخدم اللغه معليش نقدروا نديروا تجربه نعم. لو الناس يسمعوا نعم. بينا نعم. مثلا راح نقول لك عباره نعم. انت حاول تقولها نحن نعيش هذا اليوم على بالك اجواء الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا بالسلام راح يدار ان شاء الله يوم 16 ماي والجزائر مجنده قدرات كبيره في الاحتفال نعم. حبيتك مثلا توجه تحيه من الجزائر الى الاصدقاء في الصين خاصه الصين روسيا الهند ألمانيا. امريكا يعني اختار انت اربعه ولا خمسه لغات سأبدأ باللغه الانجليزيه At first, I would like just to present this very value of living in peace, and this is very direction for me just to start here in this position to have this peace of my own. To say that the languages in themselves are being just a very great honor to a person that speak and to maybe to salute throughout a peace and also to spread the goodness to all the world. Wir auch zu sagen, dass ich mich glauben, da wir können auch zu machen durch die Sprachen. Durch Almanie, dran, ja, ja, natürlich. Also zu machen, da ich für die alle Menschen zu sprechen und zu machen, eine Menschen, da was Allah hat begotten unter uns. Da was glauben auch, das ist sehr interessant, sehr wichtig für uns als Lehrerin diese Sprache. Possiamo dire che l'italiano è molto importante per noi e voglio anche dire che tutte le lingue che sono del mondo che sono molto importanti per ricevere informazioni a tutte le gente che sono di altri paesi in generale e per ricevere informazioni, gli cultori e tutti e la cosa che è molto importante è la peace, ok? En español podemos decir que podemos decir también en español así cuando con la persona que tiene el poder para hablar y tendrán muchos idiomas en general en la vía de comunicación para hacer el paya del mundo en vivir en tranquila en la comunicación y también para tener la motivación para estar una persona intelectual de Turquía beni motivasyonla bir Türkçe bir giriş yapıyorum. Evet, Türkçe ve başka andıra söyle biliyorum. Evet, daha fazla bildi. Evet, ve hayat çok güzel bir konuşuyorum. Ben etrafın daha fazla dili konuşuyorum. Evet, ve başka söylüyorum etrafın hayatı dünya gibi ikal hoş gördünüz. To live in peace and that will be very great. Chinese.
شنو بودا زاي باي ديفن زاي باي ديفن زاي جيجين زاي تشيلا وشو ديين شي هانتو هانتو يا كاوشن زين شي زاي تشول زاي جول دو دو دوش اي سي سي شي از ليفين ويز ذات الله رغم اني ماني فاهم والو لكن انا مستمتع والله العظيم. اي لغه اخرى؟ اضيف باللغه العبريه. العبريه روسيا العبريه. انا غوز دابا غادي بغيت انا مثلا بغيت بايس انا نخش راك دابا غادي بغيت باشلوم بيت بهانشيم باسرائيل بالعربي بغيت فيش خيرت خيل 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 خوبتا اي خلوه تعرف دير بس غايني من الغابين دي لشون ريبرت باللغة الروسية فامني ما قبرت باروسكي دم فايش تيو اتشين باجني اي ساك جابا مني كده مني قبرت مروي زيكوف اوتشين خارشو با بدايتسيا نا دراغوي استرانية دراغوي استرانا نا اوتشين اوتشين كراسيبيا با قبرت باروسكي مروي زيكوف ما شاء الله القبائلية يوجدون من يتكلم القبائلية أني لكن حاب نقول أنت تتقن 50 لغة نعم على مستويات مختلفة إنسانية نعم فتنتقل من لغة إلى لغة بهالسرعة وإن شاء الله الخبراء اللغات راهم يشوفوا في يشوفوا فينا الآن يقولوا لنا يقولوا لنا اللهجات الجزائرية اللهجات الجزائرية عندها مجموعة من اللهجات وشو اللهجات العربية؟ تقريبا درست قليل من اللغة تقريبا اللغة المحلية الشاوية والقبائلية قبائلية كنت أدرس بعض القبائليين التركية لا التركية لا تقريبا القبائلية أنت مطالب أنت مطالب أن تتقن ليس لدي مشكلة التركية والمزابية مزابية باش نكملوا الحلقة الجميلة الحلقة الجميلة للغة القبائلية اوكي نكيني ثلاث لغات نقراها في الثقيليت نكيني كود عندنا الثقيليت نصنف إلها نكيني خميم غنبدا القبائليين في فينكي باش هو نكيني حملة اسمع سنة اللي تصور فيك هيك قبائلية نكيني سلو الكود نكيني غير شو خدمة لاقصة بالبال نبدا القبائليين نبدا العربي نكي نكيني خميم les langues et l'écriture et les ondes en général voilà nous le cours qui nous sert les relations pratiquer d'adra venir avec le professeur agi une qui nous fait mieux la langue qu'elle est voilà اشوغا اشوغا كاين يكون الشيء في السبورسا اعطينا بالشاويه بالشاويه تقريبا بين وبين انا وياك نهضر بالشاويه يلا تقريبا نسيت شويه من بصح معليش انا نقولها انا نقولها بالشاويه جالسه على الطحان يعني خير الله وفي غش ذي النعامة درقاز يعني درقاز إلان هذي شرط الموش من رشاء الله تسند 50 اللغة ذي العلم هذا يعني هذا الشيء الشيء لغة هنا ايش خميمة سيولين في المال في المسيد اللغة يصلا بيتسير اي ما شاء الله ما شاء الله على كل حال انا سعيد جدا جدا سعاده غامره ومعنا السيد رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مكتب المياه السينمائيه في مصر واللي هو اكيد راهو مستغرب ومبهر وفخور بشاب جزائري في اكاديميه المجتمع المدني الجزائري يتقن 50 لغه على العالم وش تقول الرئيس؟ أنا حابب إنه إن شاء الله في خلال الأيام الجاية والأيام الاحتفالية نبعث رسالة لكل هذه الدول لتكون الجزائر هي صاحبة المبادرة في الدعوة كما قدمتها في الأمم المتحدة ووفق عليها العيش في السلام. إحنا محتاجين كلنا نعيش في السلام سواء كان على مستوى بعضنا البعض في الداخل او في الوطن او حتى في الخارج ناخذ نفسنا من الحروب ومن المؤامرات. شكرا سيد الرئيس يعني وانا اضم صوتي الى صوت سنه بسرعه بعمل
فيديو بأكثر من لغة بمناسبة اليوم العالمي للعيش بسلام، وليهم اقتراح من الجزائر على المنظومة الدولية للأمم المتحدة وتم في موافقة عليه. هذا الرسالة إن شاء الله ستصور تصوير عالي هنا في المنعامة، ستوجه إلى كل شعوب الأرض باسم الجزائر وباسم الأكاديمية وباسم الاحتفال بهذا اليوم العالمي للعيش بسلام. شكرا لكم جزيلا. السلام عليكم.